انا اللي حصل لي كنت رايحه اجيب اخويا من النادي وما لقيتوش في النادي، وانا طالعه قابلني الشاب ده، فمطلع راح احاول اجي كده اجي كده واقف له قدامي برضه. الكلام ده كان الساعه كام؟ كان الساعه 2 الظهر. 2 الظهر. فطلع مطلع لي مطوه وراح حطها لي في جنبي فمشاني لغايه سور النادي. ده فين ده يا هند؟ نادي ايه؟ نادي الخصوص. نادي الخصوص. نادي الخصوص فين يا ام هند؟ نادي شباب الخصوص في القليبيه، مش كده؟ في القليبيه، تبع محافظه القليبيه. تبع محافظه القليبيه. وحط المطوه في جنبك وخدك على سور النادي. ومشينا على سور النادي، فمشاني اخر سور النادي. وبعد كده راح مدخلنا حواري بقى ليه من ناحيه الغيطان والحاجات دي. فطلع فتح باب عماره من تحت بمفتاح، وطالع بردك فتح باب شقه بمفتاح. فمدخلني باب الشقه فيه كنبه خشب. البيت مهجور حضرتك. بيت مهجور يعني ما فيهوش حد خالص. ايوه. ففي كنبه خشب. فانا معاذ اللفظ راح ايه نايمني عليها وراح ايه نايم عليا. واعتدى عليك. ايوه. حاولتي انك انت مثلا صوتت وعملت كل حاجه او تتوسلي اليه انه يسيبك او كده؟ ما فيش حاجه. ما فيش. يعني وهو اعتدى عليكي. سابك بقى في الشقه المهجوره دي؟ لا، نزلني وراح ضربني بالبنايات في بطني وفي ظهري، ما ضربنيش على وشي خالص. وراح سايبني وماشي. فانا قعدت اسال ان انا اروح بيتنا. ففي واحده راحت واخداني ووداني لغايه السوبر ماركت اللي هو من ناحيه بيتنا، وانا روحت. بس انا خفت اقول لمامتي اللي هو قال لي انا بعرف ان انت بتروحي مدرستك الصبح الساعه 6 الصبح. اخواتك بتطبطب ومعرفش. فانا خفت اقول لمامتي. طيب معلش هنت